رابود قرية قديمة سكنها عائلة قطيط والجواعدي والزير وخدار خلاف ودار النمورة. القرية هذه كانت قرية زراعية معتمدين على الأغنام والرعي والزراعة، سكنوها يعني من في الفترة العثمانية والبريطانية لحد الثمانين. الثمانين رحلوا لرابود الحديثة أو الجديدة. والله كانت ممتازة وقت ما كانوا على اختياري الأول، يعني كانوا ممتازين وهي ممتازة، يعني فالمغرى كوف كلها وهذول المغرى كلها بنبني على بعض من الجوة. رابود هي بتتكون من الموقع الأثري لخربة رابود وقرية رابود. الحقيقة قرية رابود اللي هي القرية الحديثة والخربة هي الموقع الأثري، وتم هجرة هذا الموقع في خلال الثمانينات. طبعا هذا الموقع من أهم المواقع الأثرية الموجودة في منطقة الجنوب. هذا التل أو الخربة بشكل أساسي يعود بتاريخه إلى العصر الحجري النحاسي حوالي 4000 قبل الميلاد، والعصور البرونزية المختلفة. طبعا أخذ أهمية خاصة هذا الموقع في العصر البرونزي المتأخر، القرن الرابع عشر والثالث عشر قبل الميلاد، بحيث أنه كان هو عاصمة المنطقة الجنوب أو المنطقة الإدارية بشكل أساسي، خاصة بعد ما فقد تل رميدي في الخليل أهميته في تلك الفترة، حيث هجر تل رميدي وأصبح المركز الحضاري الأساسي في منطقة الجنوب هو رابود بشكل أساسي. حاليا نتحدث عن موقع أثري وقرية فلسطينية تقليدية موجودة في هذا المكان، وهي تمثل نموذج حقيقة للقرى الفلسطينية التقليدية الهامي. حاليا الحقيقة لا يوجد مشاريع معينة، ولكن هناك أفكار وهناك خطط لتطوير هذه المنطقة بحيث أن يكون متنزه أثري وتراثي في هذه المنطقة. هناك حاليا عمل على مسار سيدنا إبراهيم الخليل، بحيث أنه هذا المسار سوف يمر بجانب الموقع، وهذا طبعا كمان نوع من الترويج للموقع بحيث أنه يتم جلب الانتباه له وفي نفس الوقت تطويره فيما بعد كنقطة جذب أساسية على المسار السياحي.